السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لمكتبة الألفية طبيعة الحال على هذه المغادرة اللي نحن في حاجة كثيرة إليها من أجل أن نراعي المشاكل الديبينية اللي عندنا، باش نعرفوا على أنه بدون تنمية وسقي هذه المشاكل راني نحسوا على أجيال المدينة المحمدية في لقاء أدبي. بصراحة شفت فيها تنوع في الثقافات، تنوع في المواهب، يعني شيء جميل اللي ممكن خصو يستفز أي أسرة يكون عندها داخل ديالها واحد الوليد ولا بنيه ولا مجموعه يكونوا بهذا الشكل، ديال ان عندهم مواهب متنوعه، وكذلك كيمشيو حتى للاشياء الثقافيه وكيهتموا باللغات. كنشكرك لانك دخلتي الكتاب ديالي ديال الوحده الترابيه قضيه المغاربه الاولى من بين الكتب اللي قريتها. كنشكرك كذلك لانك مشيتي في المسار اللي المفروض يمشي فيه جميع التلاميذ في السن الابتدائي، واللي ناديت به غير ما مرة في الكتاب ديالي رسائل تربوية، على أساس أنه الاهتمام الحقيقي يجب أن يكون بأربعة أشياء، وهو أولا اللغات. أنت الآن تقدري تتكلمي بثلاث لغات أو أربعة، لو مشيتي أنك بديتي كتعالجي من الفاش ومواضيع قصص روايات فهذا جميل جدا، لأن اللغات ليست للأذكياء ولكن اللغات لمن يرغب في ذلك. وما يقع في البلاد بطبيعة الحال يشوه طريقة التعليم ديال اللغات، لأنه لا يعقل باش نشوفوا تلميذ كيقرا 15 عام فرنسية ولا 14 عام إنجليزية وفي التالي لا يفقه شيئا، فالخطأ ليس في التلميذ وإنما في المنظومة ديال التعليم. كذلك مشيتي في الجهة الثانية ديال الحساب الذهني والاهتمام به، وهذا جميل جدا من الركائز اللي خصهم يكونوا بجوج، عوض الاهتمام بالرياضيات وعوض الاهتمام بالآلة الحاسبة أو ما أسميه بالسم القاتل، يجب الاهتمام بالحس الذهني من أجل أن تكون لدينا تربية ذهنية. كذلك بطبيعة الحال ما تفعلينه من تراكم ديال الذاكرة فأنت كذلك تمشي من أجل الشيء الجميل اللي كنبغيو يكون في التلاميذ، هو أنه يجب على أن ملكوت الحفظ خاصو يتزاد ماشي كينقص. حنا عندنا كلما كبر الطفل وكبر وكبر ينقص ملكوت الحفظ الى ان ينقضي ما كيبقاش، وهذا الشيء اللي ما خصوش يكون. بالاضافه الى اهتمامك بالمواهب الفنيه والرياضيه ومطلوب كذلك هذا الشيء يكون، وهذو هما اربعه الحوايج اللي كنأكد عليهم. فاللي كنتمنى هو ان هبه الله العالمي ما تبقاش رهينه محيط فقط من اجل المناسبات، لاننا في حاجه الى هبه الله تكون. أنا من هنا كنادي لماذا تكون الآن عندنا تبارك الله كفاءات وأساتذة جامعيين وإعلاميين، من دابا نسنيو على أنه نختارها كسفيرة ديال الطفولة ديال الأدب والفن بالمغرب. ممكن الآن ممكن كذلك أن نطالب بتفعيل برلمان الطفل الحقيقي باش يكون عندنا برلمان في المستوى ببرامج اللي تكون في القطب العمومي، ولما لا هبة الله على أنها تشرف على برنامج ديال الاطفال الثقافي في تسلسل في القناه الثانيه ولا في القناه الاولى الى اخره، فهذا خصو يكون. فارحب بكم ثانيه كيف قلتها لك، عندنا واحد النموذج اللي درناه في الدار البيضاء في الاكاديميه الدار البيضاء، انا كرئيس المركز الدولي للبديل الصحافه والاعلام، عندنا اتفاقيه شراكه مع الاكاديميه من اجل احداث وتتبع الانديه التربويه بالجهه كامله واحداث انديه ديال سفراء الوحده الترابيه. والان عندنا جميع الثانويات اللي كاين في جهه الدار البيضاء كلهم في نادي ديال سفراء الوحده الترابيه، ويوم السبت المقبل ان شاء الله غادي تحضر معنا هبه الله العالمي من اجل تنصيب 32 تلميذ كسفير للوحده الترابيه واجراء مباراه لالتقاء السفير الجهوي والسفير الجهوي. علاش؟ لاننا في حاجه الى مشاكل اللي يكون فيهم بحال هذا النموذج الهبه من اجل الفن الخطابه، من اجل الترافع، من اجل الاشياء الجميله اللي كنتمناو على انها تكون عند جميع الاسر. شكرا لك بنتي والله يوفقك. شكرا.